يقول الله تعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قال علي رضي الله عنه: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، فاعرف الحق تعرف أهله. قد تتيه وسط دهاليز الحياة المظلمة ومشاغلها وفتنها، وقد تغيب بصيرتك من كثرة الأضواء وألوان الطيف الكاذب، وتركض وراء حطام الدنيا ركض الوحوش في البرية، ولن تنال إلا ما كتبه الله لك. لكن يوجد من يعرف حق الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، رجال باعوا أنفسهم بالله يبتغون رضا الله، يرجون تجارة لن تبور، عرفوا الحق فاستيقنوه، باعوا متاع الدنيا برغد الآخرة، اطمأنت قلوبهم بذكر الله، سعوا جاهدين قدموا الغالي والنفيس في سبيل الله لينالوا رضا رب العالمين، في ذكرى الهجرة التي بقي بابها مفتوحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حيث ظهر في عصرنا الحديث من طرق هذا الباب. نعم، طرق هذا الباب وفتح من جديد من طرف فتية آمنوا بربهم، فتية عرفوا الحق فكانوا له الفداء بالعمل والجهد بالمال والروح، طلقوا الدنيا وأقبلوا على ربهم يرجون ما عنده من عظيم الأجر والثواب، فتية هاجروا لأمر الله مشيا على الأقدام متوكلين عليه، ليس لهم عدد ولا عدة ولا منعة، متحملين كل أنواع المخاطر قاطعين المسافات، زادهم التقوى، متاعهم قليل، ملهمون بالتسبيح والتهليل، لا يخافون في الله لومة لائم، تلقوا أمر الهجرة من صاحبهم فلبوا بالسمع والطاعة، تركوا الأهل والوطن، شقوا طريقهم الوعرة بين فيافي الجبال وأحراش الغابات وصعوبة الطرقات والمسالك، قطعوا الوديان والسهول في جوف الليالي صابرين محتسبين، لم يثنهم أي شيء عن المخاطر التي يمكن أن تواجههم، بذلوا جهد أنفسهم في سبيل ما آمنوا به صبرا على المحن. نعم، إنهم فتية آمنوا بربهم، حملوا على عاتقهم هم الدعوة، نعرفهم والله يعرفهم أنصارا ومهاجرين، وتشهد لهم تربة أقدامهم وصفاء نياتهم أنهم أنصار وأعوان الحق، صبروا على المحن والشدائد ولم يهنوا لما أصابهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، هم مرابطون في سبيل الله يشد بعضهم بعضا، ومعرضون أنفسهم للخطر والمحن لا لشيء إلا نصرة لهذا الدين، فهم السابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. لقد خص الله المهاجرين في سبيله بعظيم الأجر والثواب، وأكرمهم الله بالرضا. لله دركم يا مهاجرين، سبقتمونا إلى الخير كله، فهنيئا لكم،
نسأل الله أن يجمعنا بكم قريبا بين الركن والمقام لبيعة الإمام محمد بن عبد الله المهدي عليه السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.